بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هو الحقيقة في علاقتنا كلنا مع بعض كلنا بنجرح بعض وبنتجرح بعض. يعني أنا أتحدى أن واحد يرفع إيده ويقول لي أنا عمري ما جرحت حد في حياتي، أو واحد يقول إن أنا عمري ما اتجرحت من حد في حياتي. كلنا سواء عن قصد أو عن غير قصد جرحنا واتجرحنا. المشكلة إزاي نتعامل لما أنا أجرح حد أو لما حد يجرحني. في 4 طرق للتعامل very common، كلنا بنستخدمهم، ولكن الأربعة غلط، لأن الأربعة مش ده تعليم كتاب المقدس، لكن للأسف كلنا بنقع فيها. أول طريقة وهي رد الإساءة بالإساءة. يعني واحد مثلا زعق فيا هزعق فيه، واحد ضايقني هضايقه، اللي هي يعني بنقولها كده عين بعين وسن بسن يعني. واحيانا بتبقى عين بعينتين وسن بثلاث سنان. وطبعا واضح ان دي مش شريعة العهد الجديد، لان العهد الجديد بيعلمنا ان احنا نسامح وننسى. الطريقة التانية اللي احنا بنتعامل بيها وهي غلط برضو، اللي هي النميمة، ان انا اقعد اتكلم على مع الاخرين عن فلان ده. والنميمة طبعا الواحد لما بيحكي اي قصة بيحكيها ان انا المظلوم والاخر هو المفتري، فعادة بنحكي بالطريقة دي، وبحكي مع واحد والتاني والتالت، وسواء عن قصد أو عن غير قصد أنا بعمل جبهة ضد الأخ ده أو ضد الأب ده، مجموعة من الناس ضده. فمجموعة من الناس كده بقلبهم عليه. الأسلوب الثالث هو ان الواحد يختصر، ودي يمكن الاخ اللي كتب في السؤال الباوندريز يقول لك بص انا مسامحه بس مش هتعامل معه. مارس حق بيقول حب الكل وابعد عن الكل، فانا مش هتعامل معه. ممكن عدم التعامل ده يوصل الى ان احنا منسلمش على بعض، او ممكن عدم التعامل ده يبقى مجرد سلام بارد كده، ولكن مفيش اي نوع من انواع التعامل. هتقولي طب وايه المشكله في كده؟ المشكله في كده ان ربنا ما قالناش ان هو ده المفروض نعمله. يعني ده ابسط رد. زائد لو احنا افتكرنا الكلمه اللي انا ابتديت بيها، كلنا جرحنا بعض وجرحنا من بعض، فبالطريقة دي لما انت ما تتعاملش معاه بكرة واحد تاني هيجرحك، فيبقى في 2 انت هتاخد موقف ضدهم، بعد بكرة في 1/3 هيجرحك، في 3 مش هتتعامل معه، في الاخر هتلاقي نفسك عزلت نفسك عن اغلب اخواتك وبقيت عايش مع 1 أو 2 بس. طبعا المزمور بيقول هوذا ما احلى وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. تخيل كده لما تكون كلنا روح واحدة وكلنا بنحب بعض محبة حقيقية وبنفرح في وجودنا مع بعض، ده يبقى سما على الأرض. نبقى كلنا فرحانين لما بنشوف بعض فرحانين بالمحبة دي. أما الطريقة الرابعة اللي بنسميها التروحن، التروحن إن أنا أقول لا أنا ما بيفرقش معايا، يعني أنا الديس، يعني بحتمل الإهانة وكده يعني.
فبحاول اظهر من بره ان انا الموضوع مش مضايقني، بس من جوايا انا متضايق، وبفضل بقى بشيل موقف ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، لغاية لما بيوصل مرحلة الواحد بينفجر فيها، لاني انا ما كنتش امين مع نفسي ومع مشاعري ان انا اقول ان انا فعلا متضايق. لما تيجي تبص على الاربع تصرفات دولت، في عامل مشترك فيهم. العامل المشترك ان انا عايز احمي نفسي، عايز احمي نفسي. فانا لما برد على الشر بشر، انا هنا عايز اوقفه عند حده علشان ما يأذينيش تاني، فانا بحمي نفسي. لما بتكلم عليه انا بكون مجموعة ضده فبقدرات حماية. لما بتجنبه انا بحمي نفسي من ان هو يغلط فيا تاني او يهني تاني. لما بتروحن اكشلي بسيب له مسج اكن كلامك ده مش فارق معايا وانا ما بتأثرش بيه، هوب يعني هوبينج ان هو لما يعرف ان الموضوع ده مش فارق معايا انه ما يضايقنيش تاني. لكن الاربع دول زي ما هنتكلم كمان شويه، الكتاب المقدس ما قالش عليهم. الأربع حاجات دولت الكتاب المقدس ما قالش عليهم. فالأربع ردود دولت غلط. طيب إيه مبادئ الكتاب المقدس في التصالح؟ الكتاب المقدس حط لنا برضو أربع مبادئ مهمين جدا جدا في التصالح، ومحتاجين نبقى عارفين الأربع مبادئ دول. أول مبدأ قال لنا لا تغرب الشمس على غيظكم. يعني أنا لو متضايق من واحد وخليت الشمس تغرب يبقى أنا كسرت وصية. لو أنا زعلان مع واحد وسبت ليلة تعدي يبقى أنا كسرت وصية. ومن هنا التصالح مهم جدا في نفس اليوم. كلكم يمكن عارفين قصة البابا كريلوس لما حد من المطرنة زعل منه، فبالليل قبل ما ينام سيدنا البابا راح بنفسه خبط على قلاية المطران ده. كانوا كلهم ساكنين في السكن بتاع المطرنة اللي هو في الكاتدرائية القديمة في كلودبي. فخبط عليه البابا كريلوس، فالمطران فتح له فقال له حللني حللني أخطيت حللني علشان أعرف أصلي القداس بكرة. وطبعا ده كان تواضع كبير من البابا كريلوس، لكن هو نفذ وصية الكتاب المقدس لا تغرب الشمس على غيظك. الحقيقة احنا كلنا حافظين الآية دي، بس يمكن تكملة الآية بعضنا مش واخد باله منها، وتكملة الآية مهمة جدا، لأن بولس الرسول قال لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكانا. ولا تعطوا إبليس مكانا، يعني ايه ولا تعطوا إبليس مكانا؟ يعني عايز يقول لو أنا زعلت مع أخويا يوم، أنا جبت الشيطان وديت له مكان بيني ما بين أخويا يوم. لو زعلت مع شهر أنا جبت الشيطان وحطيته بيننا شهر. لو زعلت مع سنة أنا جبت الشيطان وديت له مكان. فمين فينا يحب يجيب الشيطان ويقعده وسطنا؟ أي اتنين زعلانين فتحوا مكان، فتحوا قلاية للشيطان في الدير وقالوا له اقعدوا مع بعض اقعدوا وسطنا. تاني، أي اتنين زعلانين مع بعض بيزيكلي فتحوا قلاية للشيطان وقالوا له تعالى عيش معانا عشان نطرد الشيطان من الدير، نعيش في تصالح ونعيش في محبة. فده المبدأ الأولاني، يعني نصالح بعض بأقصى سرعة. لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكان. المبدأ الثاني في التصالح ده ربنا قاله إن قدمت قربانك على المذبح وتذكرت
أن هناك لأخيك شيء عليك. اترك قربانك على المذبح واذهب اصطلح أولا مع أخيك ثم تعال وقدم قربانك. ليه؟ ليه؟ يعني احنا الكنيسة بتعلمنا في أداب حضور الكنيسة إن الواحد ما يخرجش من الكنيسة مهما حصل. احنا شباب صغيرين كان أبونا عندنا في الكنيسة يقول لنا لو في حريقة بره ما تطلعوش تطفوها. يعني عايز يقول لنا لأي درجة إن الواحد ما يخرجش من الكنيسة. كان يقول لنا كده لو في حريقة بره ما تطلعوش تطفوها. طب هنا ربنا يسوع المسيح بيقول لو أخوك زعلان سيب قربانك وروح الصرح مع أخوك. عارفين ليه؟ لأن أي صلاة أي خدمة أنا بقدمها وأنا زعلان مع أخويا ربنا مش قابلها، فصلاتي ربنا مش قابلها، دموعي ربنا مش قابلها، تسبيحتي ربنا مش قابلها، صومي ربنا مش قابلها. في ملاخي هي على الزواج بس بتطبق يعني على علاقات، ناس راحوا وقدموا تقديمات للرب دي في ملاخي صحة 2 وصلوا لدرجة غطوا المذبح بدمهم، يعني دمهم غرقت المذبح ولكن ربنا لم يقبل التقديم. فقالوا له ليه يا رب؟ فراح قال لأنك غدرت بامرأة عهدك. لما واحد يزعل مع مراته يبقى غدر بيها، فعلش كده تعال وصلي واملأ المذبح بدموعك صلاتك مش مقبولة، صلاتك مش مقبولة. عشان كده في كل قداس في صلاة الصلح بنقول له يا رب اجعلنا مستحقين أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. القداس كرولوسي يشرح يعني القبلة المقدسة، يقول لا بحاسة مرزولة رافضة لمخافتك ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن. القبلة أحيانا بتستخدم تعبير للشهوة الرديئة، فعلشان كده بنقول القبلة المقدسة قبلة ما فيهاش شهوة، لا بحاسة مرزولة رافضة لمخافتك ولا زي قبلة يهوذا ولا بفكر غاش. إن أنا بسلم على واحد وبقبله بس قلبي مليان منه وشايل منه قد كده، فدي تبقى قبلة غير مقدسة. لما نقبل بعض بقبلة مقدسة نستحق نتناول، بنقولها في القداس واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال يعني نتناول من موهبتك السمائية غير المائدة بالمسيح يسوع ربنا، لكي بغير انطراح في دينونة سوري نسيت دين، لكي ننال عشان نتناول بغير انطراح في دينونة من موهبتك، موهبتك هو الكاس الدم. يعني كل قداس بنصلي وبنقول يا رب احنا عايزين نصالح بعض ونصفي قلوبنا مع بعض، وإلا لما تناول أنا هقع في دينونة، يبقى في انطراح في دينونة، أنا رب هبقى مدان يعني هبقى مجرم في جسد الرب ودمه. عشان كده ربنا خايف علينا نبقى مجرمين في جسد ودمه، فقال لنا لما تغلط لما لو أخوك زعلان منك اترك قربانك روح اصطلح مع أخيك وتعال قدم قربانك، لأن قرباني هيبقى مش مقبول والحاجة الثانية هبقى مجرم في جسد ربنا. المبدأ الثالث في التصالح بتلاقوه موجود في رومية 12، ودي آية من الآيات الكتيرة بتتفسر غلط والنص الإنجليزي مش رحلنا أحسن من العربي، اللي هي على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس.
كان الكتاب فالناس تفسرها زي اكتر بيقول لك على قدر طاقتك. انا بقى دي طاقتي ما اقدرش اعمل اكتر من كده. بس الحقيقة ده مش مقصود بالآية كده. لما تقراها بالانجليزي يقول لك as much as depends on you live peaceably with all everybody. يعني as much as depends on you. زي ما انا هشرح التصالح يعتمد على الاثنين، ما يعتمدش على واحد بس. يعني مثلا لو انا زعلان مع فلان الفلاني وعايز اصطلح معه، هو ممكن يرفض يصطلح معايا فمش عارف اتصالح معاه. فكلمة على قدر طاقتكم يعني انت اعمل كل اللي عليك 100%. دي معنى علاقة as much as depends on you، يعني تعمل كل دورك في التصالح. زي مثلا ربنا عايز يصالح العالم كله مع نفسه مع الله الآب، عمل كل اللي عليه إلى أنه مات على الصليب. مفيش حاجة ربنا يقدر يعملها أكتر من كده عشان يصالحنا. في ناس قبلت التصالح ده والناس رفضته، فيبقى ربنا عمل على قدر طاقته as much as depends on him في أنه يصالحنا. لكن مش معنى الآية أن أنا دي طاقتي ما تضغطش عليا أنا ما أقدرش أعمل أكتر من كده. مش دي معنى الآية. الآية تعمل كل اللي مفروض تعمله من جهتك بحيث ما يكونش في حاجة تانية ممكن تعملها وانت ما عملتهاش. فيبقى لو انا وفلان ده مش مصطلحين، السبب الوحيد ان فلان رفض الصلح، لكن انا عملت كل ما في وسعي واكتر مما في وسعي. اما المبدأ الاخير الرابع في التصالح ده موجود في متى 18 لما يقول إذا أخطأ إليك أخوك اذهب واعتبه. العالم بيعلم أن المخطئ هو اللي يذهب يعتذر، إنما ربنا بيعلمنا العكس. لما أخويا يغلط فيا أنا اللي أروح له عشان أصطلح معه. لما أخويا يغلط فيا أنا اللي أروح له، مش هو اللي يجيني، مش هنتظر لغايه لما هو يجيني. فاللي زعلان مني انا لازم اروح واصطلح معاه عشان لا تغرب الشمس على غيظه. فدولت اربع مبادئ مهمين جدا في الصلح لازم نعرف. طيب في ثلاث حاجات الناس بتلخبط بينها. I will tell you the four. Number one, don't let the sun go down on your wrath and don't give the devil place in your midst. Number two, if you offered your oblation on the altar and you remembered something, go leave your oblation and go reconcile with your brother. Number three, as much as depends on you, live peaceably with everybody. Number four, if your brother sins against you, go and reconcile with him. في ثلاث حاجات الناس بتلخبط بينهم: healing الشفاء، forgiveness التسامح، reconciliation التصالح. الثلاث حاجات دولت يختلفوا عن بعض. عشان اوضح لكم ازاي اختلفوا عن بعض، لو انا واحد خبطني بعربية ما يقصدش يعني هو كيرلس درايفر، فانا اتعورت فانا محتاجة اتعالج، ده الهيلينج. ممكن ما اروحش اقاضيه في المحكمه وما اطلبش منه تعويض، ده التسامح. اما التصالح، ها
هل هو should be يعني trusted انه يدرايف تاني ولا يتعلم بقى ياخد كورسات في درايفنج علشان ما يعورش الناس. ده التصالح انه to be trusted again. اديكم مثال تاني. واحد استلف مني $1,000 وما رجعليش الفلوس, فانا I am hurt financially لانه خد مني المبلغ ده وما رجعهوليش. ف I am hurt فانا محتاج to recover financially, ده الهيلينج. طيب هو ما رجعش الفلوس, ان انا انسى الفلوس وما طالبهوش بيها, ده التسامح. ان انا to trust him again واسلفه فلوس لو احتاج تاني, ده التصالح. ده بيزك يعني بحاول اشرح لكم ايه الفرق. نفس لما يجي واحد بيجرحني, لما واحد بيجرحني, واحد مثلا عصبي وفايلنت وكده يعني, فلما بيجرحني انا محتاج شفاء ومحتاج اسامحه ومحتاج اتصالح معه. مش كده؟ عايز اتكلم على ثلاث نقط دول, الشفاء والتسامح والتصالح. اتكلم على الشفاء. اول حاجه في الشفاء ان اللي جرحني عمره ما يقدر يشفيني. انا رحت خبطني بالعربيه فانا قلت انت لازم تعالجني. طب هو ما عرفش يعالجني, هبقى انا في مشكله. فانا بروح للدكتور عشان يعالجني. كتير احنا متوقعين ان الشفاء يحصل من اللي اهني. واحد اهني يا شخص I want him to make it up for me, يجي يعتذر لي ويجي مش عارف يبوس راسي ويبوس رجلي بس ده ممكن في الاخر برضو ما يدينيش الشفاء اللي انا عايزه. الشفاء بيجي من ربنا الطبيب الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا. فلو انا مجروح محتاج اروح لربنا اطلب منه ان هو يضمط جروحي. هو الوحيد اللي يقدر يشفي, الطبيب الحقيقي الذي لأنفسه عن سفاء. المبدأ الثاني في الشفاء ان في امراض روحية بتعطل الشفاء. بمعنى لو واحد عورني فيزيكال يعني انا عندي سكر, فالجرح هياخد وقت فلازم اظبط السكر علشان الجرح يلم. ففي امراض روحيه تعطل الشفاء, زي مثلا الزيت. لو انا زيتي متضخمه فلما واحد بيجرحني خلاص بيبقى صعب بقى ان انا يعني اعدي الموقف ده. وطالما ان انا مش قادر اعديه هفضل اعاني منه وهفضل اتالم منه. ومن هنا الذات معطل كبير في شفاء الإنسان. الذات تخلي الجرح اللي قد كده ببصله بمجهر وكبره قد كده فبيضخم كل حاجة. هي أمراض كتيرة. مثلا المرض الثاني مثلا الحساسية المفرطة. في ناس حساسين جدا جدا, اي حاجه تزعله اي حاجه تفرحه. فدي ممكن تخلي الذات الجرح يبقى عميق جدا والواحد مش عارف يشفى منه. الحاجه الثالثه امراض يعني بتعطل التفسير السلبي للمواقف. يعني واحد يكون عمل موقف معايا فانا اقول هو كان قصده كذا وتبقى تفسيري اسوأ من الواقع, فده يخليني مش عارف اتعامل ومجروح ومتضايق الى اخره. فمثلا لو واحد جه يعتذر لي اقول ده بس بيتمنظر عشان يعمل نفسه قديس, ولو ما اعتذر ليش شوف ازاي هو مهملني وغلطان فيا ولا جه اعتذر لي ولا اي حاجه. فده تفسير سلبي, كل موقف بفسره بطريقه سلبيه.
فده هيخلي الإنسان دايما الجرح موجود، عمره ما هيقفل وعمره ما هيخف. برضو عدم المحبة، لو أنا ما بحبش واحد فالجرح اللي هو جرحني بيه هيعلم فيه أكتر من لو أنا بحبه. زي المثل البلدي اللي يقولك حبيبك يملع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. إنه يعني ده ممكن يبقى موضوع تاني، ما هي الأمراض الروحية التي تعطل الشفاء الداخلي للنفس؟ لكن اللي أنا عايز أأكد عليه هنا أني أنا محتاج أعالج الأمور دي علشان أشفى. هي المشكلة مش في فلان اللي أهني، المشكلة في أمراضي أنا الروحية اللي عقدت الموضوع فخلت الجرح ده ما بيخفش. زي ما قلت لكم، لو أنا عندي سكر عالي ومجرد جرح صغير هنا ممكن الجرح ده يفضل مفتوح لشهور لغاية لما أصلح السكر بتاعي فالجرح ده يقفل. فنفس الكلام الهيلينج مش هيحصل غير لما عالج الأمراض الروحية. يبقى المبدأ الأولاني الله هو الطبيب، الحاجة التانية في أمراض روحية بتعالج لابد من معالجتها عشان الشفاء يحصل. الحاجة التالتة في الشفاء، كل ده بتكلم في الشفاء، الحاجة التالتة في الشفاء نادر قوي 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 ان يكون لو في مشكلة بين اتنين ان يكون واحد بس المتسبب فيها، نادر قوي. في بعض حالات بس نادرة يعني. فلما بحس ان انا الفيكتيم وان انا ما كانش ليا دور في المشكلة دي خالص، دي بتعطل الشفاء. هنا الواحد بيخش بقى في الإشفاق على النفس، زي إيليا قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي. فبتدخل إنسان في حالة اكتئاب ودبريشن، وإيليا طلب الموت لنفسه. عشان كده يعني حتى كل علماء النفس حذروا من الفيكتمايزيشن، إن أنت تبقى عندك الفيكتم منتاليتي، إن أنت حاسس إنك فيكتم. اخواتك في الدير مش بيحبوك، سيدنا مش بيحبك، العالم الناس برا ما بيحبكش الى اخره يعني. فالواحد حس كده ان هو فيكتم لكل حاجة. فطبعا لو انا مثلا حصل خلاف بيني ما بين واحد وما تحملتش مسؤوليتي كاملة ودخلت في الفيكتمايزيشن دي، الشفاء هياخد وقت طويل قوي. تقولي بس هو اللي ابتدى، بس انا رديت ازاي؟ ما هو انا مسؤول عن رد الفعل. ما هو انا ممكن رد فعلي ده يشعلل الموضوع، وممكن رد فعلي يهديه. النار ما بتطفاش بالنار، النار بتطفى بالمية. فلو واحد ولع نار وانا رحت مولع نار تاني، الدنيا ولعت. فبرضو انا مسؤول عن رد فعلي، يعني حتى لو الاخر هو اللي ابتدى الاهانة انا مسؤول على رد فعلي. الحاجة الأخيرة في الشفاء إن في دوائين مهمين قوي 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 لازم واحد ياخدهم عشان يخف. دواء اسمه التسامح ودواء تاني اسمه التصالح. قبل ما أتكلم عن التسامح بس عايز أديكم زي ليه أنا بقول دول الدوائين. أنا عايز كلكم نفكر كده في خبرتنا. لو أنت زعلان من واحد ومش مسامحه، مين اللي بيهري وينقد؟ انا اللي متضايق. يمكن هو he doesn't care اسامحه انا ولا ما سامحوش. لو انا قررت ان انا اسامحه مين اللي بيرتاح؟ انا. اذا التسامح ده جميله بعملها في نفسي انا عشان اخف. لان واحد استلف مني $1,000 وانا قاعد منتظر $1,000 هفضل تعبان. لكن لو انا قررت قلت خلاص حلال علي ونسيتهم، مين اللي هيرتاح؟ انا. فبإذن التسامح ده حاجة مش بعملها في الاخر، ده انا بعملها لنفسي. انا اللي محتاج اتسامح عشان انا اسامح، عشان انا اشعر بالسلام جواي،
مش كده؟ قلت التسامح ده دواء، دواء يساعد على الشفاء، والتصالح ايضا دواء يساعد على الشفاء. فكروا كده في اي وقت انت واخوك في تنشن بينكم، اول ما بتشوفه بتبقى متضايق وهو متضايق، وحتى لو ما تكلمتوش تروح قلتك متضايق كده مجرد انك شفته، وتفضل المضايق دي موجودة جواك. اول ما بتصطلحوا خلاص في جو من البهجة، المضايقة دي راحت. ما المضايقة ده مرض، لما بتروح ده الشفاء. شكد التسامح والتصالح. يعني انت لما بتقرر انك ما تصالحش واحد انت بتأذي نفسك قبل ما بتأذي اي حد تاني. اوعى تفتكر انك بتحمي نفسك، انت بتأذي نفسك، بتبقى عايش كده في جو من الكآبة والاكتئاب والمضايقة إذن لمجرد انك تشوف الشخص اللي انت مش عايز تصطلح معه. فيبقى الشفاء الله هو الطبيب الحقيقي لانفسنا. في امراض روحيه بتعطل الشفاء، التسامح والتصالح دول دوايين مهمين للشفاء. ايضا يعني تحمل مسؤوليه دورك في المشكله، وابعد عن انك تبقى الفيكتيم الضحيه اللي لا حول ولا قوة له. التفكير ده غلط. نيجي بقى للتسامح. أول حاجة التسامح عشان اللي قلتها ابتدي بيها دي، ليست جميلة بتعملها في الآخر، مش جميل بتعمله في الآخر، ده جميل بتعمله في نفسك. أنت لما بتسامح أنت اللي بترتاح مش الآخر اللي بيرتاح. حاجة تانية، التسامح ليست مقدرة ولكنه اختيار. هتقولك أنا مش قادر أسامح. لا، الحقيقة أنت مش عايز تسامح، أنت في إيدك إنك تسامح. ده قرار تقدر تعمله بعقلك، إن أنا قررت أسامح فلان، قررت إن أنا أنسى الإهانة اللي عملها معايا، قررت ان انا مش هتوقع منه حاجة، لا عايز يعتذر لي ولا عايز منه حاجة. فده قرار انت بتاخده في التعامل مع فلان. طيب يجي واحد يروح يقول لي طيب هو من العدل ان واحد ياخد مني $1,000 وما يرجعهاش وانا سامحه كده؟ طب ما هو هيتمادى فيها. طب هو من العدل ان واحد يهني وانا سامحه كده؟ ما هو هيتمادى في اللي هو بيعمله. الحقيقه ربنا جاوب على السؤال ده في متى 18، وانا عارفكم كلكم عارفين المثل ده، بس انا عايز اقوله لكم بطريقه تانية. اللي هو لما بطرس سأله في متى 18 عدد 21 وقال له يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ أنت عايزني يا رب أسامحه كم مرة؟ هل إلى 7 مرات؟ يعني أسامحه 7 مرات وبعد كده؟ فربنا قال له لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. أكيد بطرس لما السيد المسيح جاوبه كده بان على وشه الدهشة، فقال له 7 مرات 70 مرة. فأنا متخيل بطرس كده برق كده يعني الدهشة على وشه. فربنا قال طب أنا هقول لك على قصة. قال له يشبه، من أول 23، يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا. الملك ده هو مين؟ ربنا. أراد أن يحاسب عبيده. ربنا هيحاسب كل واحد حسب أعماله في اليوم الأخير. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون 10,000 وزنة. المثل ده مش نفهمه صح غير لما نحوله للدولارات. الوزنة تساوي 6,000 دينار. الوزنة 6,000 دينار، والدينار
أجرة عامل في اليوم، عارفين أصحاب الساعة 11، فأجرة عامل في اليوم. طيب أجرة العامل النهاردة في اليوم كام؟ نور 50، معقول؟ مور كام يعني؟ 100، نقول 100. فلو الدينار ب 100 يبقى الوزنة 6000 دينار، تبقى لو تضرب 6000 في 100 هتبقى 600000 دولار. المديونية 10000 وزنة، فاضرب 10000 في 600000 هتبقى 6 بليون. طب لو واحد بيشتغل بمية دولار في اليوم يقدر يسدد 6 بليون في كم سنة؟ مش يقدر يسدده، right؟ ربنا عايز يقول لك كل خطية بتعملها أكنك مديون لربنا ب6 بليون دولار، كل خطية. شوف بقى المديونية اللي بقى عليك تبقى قد إيه ربنا. وإذ لم يكن له ما يوفي، مش قادر يوفي، أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده. دي بنقولها في القداس مبيعين بسبب خطايانا في قطع التجسد وتأنس، اتبعنا بسبب الخطية، اشترانا الشيطان، وكل ما له ويوفي الدين. هل الإنسان يقدر يوفي الدين اللي عليه؟ ما يقدرش. المسيح جه بقى وفى الدين علينا عشان يسامحه. فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأفيك الجميع. طبعا هو العبد ده مش فاهم هو بيقول ايه، يعني ازاي هيوفيه الجميع؟ استحالة ان يقدر يوفي المديونية دي. فتحنن سيد ذلك العبد. كلمة تحنن مهمة، لان القلب حنين هيعرف يسامح، القلب قاسي مش هيعرف يسامح. يعني التسامح ده بنت او ابن الحنية، مش كده؟ ربنا قال فتحنن، اللي عنده حنية وحنان في قلبه يعرف يسامح، اللي قلبه قاسي ما يعرفش يسامح. ودي من الامراض الروحية اللي بتعطل الشفاء. فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين. قال له بص فين المديونية بتاعتك 6 مليار، راح مقطعها وقال له خلاص ما انت معلكش مديونية، يور فري. خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقاءه كان مديون ب100 دينار. 100 دينار، والدينار قلنا 100 دولار، تضربهم في 100 يبقى كل المديونية كام؟ 10000. لو واحد بيشتغل في اليوم ب100 دينار يقدر يسدد مديونية 10000 وانا مقدرش يسدد؟ يقدر، لانه بيعمله في الشهر 3000، فيقدر يعني يسدد مديونية ب10000. لما انا بغلط في اخويا دي اكنها 10000 دولار، لما بغلط في ربنا دي اكنها 6 مليار. فأمسكه وأخذ بعنقه. طبعا الديسكريبشن هنا واضح جدا، عايز أقولك إن العبد ده قاسي. السيد ما عملش كده، لكن مسكه بعنقه في قسوة، قسوة، قائلا أوفني ما لي عليك، وفيني ال10000 دولار بتوعه. فخر العبد رفيقه على قدميه، عمل نفس اللي هو عمله مع سيده، وطالب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقى في سجن، سجن النميمة. ما ده سجن، أنا أقعد أنم عليه وأتكلم عليه من وراه وأقلب الدير كله عليه. سجن باختصار أن أنا يعني give him the silent treatment، ما كلموش وما سلمش عليه وأحتقره كده، ده سجن. فبنحط الآخرين في سجون حتى يوفي الدين لغاية لما حلوا الصلح.
فلما رأى العبيد رفقاءه، مين العبيد رفقاءه؟ دلوقتي الملائكة اللي هما بيبعتوا أخبارنا، بيبعتوا تقرير عننا لله يوم بيوم. فالملائكة لما شافوا أنا لسه رايح معترف وقلت كل الخطايا دي وسمعت الله يحلك مجاني كده، لأن المسيح دفع الدين على الصليب مهما عملت، سمعت الله يحل. وهي أخرج مش عايز أسامح أخويا، وأنا ربنا بسامحني بكل اللي أنا عملته ده. فالملائكة تتضايق وتروح تقول لربنا شايف فلان اللي لسه خارج من الاعتراف واللي انت غفرت له خطاياه مش عارف يسامح أخوه، مخصمه مش عايز يكلمه. فلما رأى العبيد رفقاءه مكان حزنه جدا وأتوا وقصوا على سيدهم، راحوا لربنا قالوا له كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له، يجي ربنا بقى في اليوم الأخير ويقول للي ما سامحش أخوه ده وما اصطلحش معاه، يقول له أيها العبد الشرير، لأنت فعلا ده قمة الشر، كل ذلك الدين تركته لك، كل الخطايا اللي انت بتعترف بيها دي انا سامحتك بيها مجاني من غير حاجة، لانك طلبت لي، قلت انا عايز اعترف سامحني يا رب وانا سامحتك. افما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك انا؟ زي ما انا غفرت لك كل الدين ده، انت مش قادر تغفر لاخوك، مش قادر تصطلح معاه. وغضب، قالوا ربنا ما بيغضبش، لا بيغضب ربنا. وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين، المعذبين اللي هم الشياطين، حتى يوفي كل ما كان له عليه. الآية دي بياخدوها كاثوليك ولا دي مطهر، بس هو السؤال هنا هل في حد هيقدر يوفي كل ما له؟ محدش، فيش حاجة هتغفر خطيئة غير دم يسوع طاهر لنا كل خطيئة. فالآية دي ملهاش علاقة بالمطر خالص، يعني الآية لو انت هتقدر توفي هتبقى هتخلص، بس مين فينا هيقدر؟ ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله. وين يختم المسيح بقى المثل ده بآية صعبة قوي، يقول فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم، يعني ترك حقيقي من القلب مش تظاهري، كل واحد لأخي زلاته. يعني لو كل واحد بالليل قبل ما ينام يقرأ الآية دي، فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. يفكر في الآية دي، ما تليش حد هيجيله نوم ولا هيخش نايم وهو زعلان من حد، استحالة. دي اللي بنقرأ في أبانا الذي اغفر لنا كما نغفر. كما بقول يا رب شوف انا بعمل اخواتي ازاي وعامل لي بالمثل. اكشن انا يعني احنا بنصلي against ourselves لو احنا بنغفرش لبعض، اصله كما دي يعني بالظبط زي. فانا بقول لربنا بص يا رب شوفني انا بتعامل مع اخواتي ازاي، لو انا ما بغفر لهمش بتغفر ليش، ولو بغفر لهم اغفر لي، لو مش مصطلح معهم ما تصالحنيش انت، وهكذا. فالآية دي احنا بنكررها كذا مرة في اليوم، خلي بالك منها، لأن يا بخت الإنسان اللي بيسامح، لأن الآية دي تبقى في صالحه. يا بخت الإنسان، يعني يا صعوبة الإنسان اللي ما بيسامحش، لأن كل مرة بيصلي الآية دي ضده، بيقول له ربنا عاملني بالمثل زي ما بعمل إخواتي، ربنا يقول له خلاص هعملك بالمثل، أنت ما سامحتش مش سامح. فبقى قلنا في التسامح أول حاجة دي جميل بتأديها لنفسك، تاني حاجة في التسامح اتسفير لان ربنا غفر لي كل ده، تالت حاجة في التسامح قلنا ان دي قرار وليست مقدرة. السؤال هنا انت عاوز ولا مش عاوز، مش انت قادر ولا مش قادر، لا ده قرار. اخر حاجة في التسامح، التسامح unconditional غير مشروط. ربنا ما قالكش سامح اخوك لو تاب واعتذر لك ومش عارف ايه وايه وايه سامح، لا، التسامح غير مشروط. احنا مطالبين نسامح، ربنا على الصليب سامح العالم كله حتى الناس اللي صلبوه،
اي نعم مش هيستفيد من التسامح غير اللي قبل التسامح. يعني التسامح ده زي هدية ربنا ادهلنا ادهل العالم كله. اللي خد الهدية دي من ايد ربنا وامن بيه اتغفرت خطيئته. اللي رفض ياخد الهدية دي خطيئته ما اتغفرتش. فما تقوليش ليه الناس مش تتسامح لو ربنا سامح العالم كله؟ لا، لان الناس رفضت انها تقبل التسامح من الله. فالتسامح غير مشروط. اجي للتصالح، اتكلمنا على الشفاء وعلى التسامح، نيجي بقى للتصالح. اول حاجه في التصالح ان التصالح مشروط بقى. يعني التسامح غير مشروط، اما التصالح مشروط. هسيب مشروط دي هرجع لها كمان شويه. يعني ليه مشروط؟ لاني وشنط مش مفروض ان احنا نشجع تصرف غلط. بس هرجع ليها تاني، خليها دي على جنب وهرجع لها تاني. الحاجة التانية ان التسامح يعتمد على واحد بس غير unconditional، انما التصرح يعتمد على الاثنين. يعني لو انا انت زعلان مني وانا حاولت اصالحك 20 مرة وانت رفضت انك تصطلح معايا، طب هعمل ايه؟ انت رفض، اخدين بالكم؟ طيب ايه خطوات التصالح؟ السيد المسيح شرح الخطوات دي في متى 18 برضه نفس الاصحاح اللي هنتكلم فيه من اول آية 15. فاكرين لما ابتديت الكلمة واترك في 4 حاجات احنا بنعملهم وكلهم غلط؟ ان انا برد الشر بالشر، او ان انا بتجنب او الاخر بخصمه، او ان انا بتكلم عليه، او ان انا بتروحن. فالاربعة دول غلط. طب ايه الصح؟ اخويا جرحني، ايه الصح؟ اتعامل ازاي؟ الوصية موجودة اهي في متى 18 من اول عدد 15. قال ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكم، بينك ما بينه، مش بعد ما تحكي على 20 واحد وانت تروح تعاتبه. لا، لم الموضوع. لما الموضوع بيتفتح مع ناس كتير صعب ان يتلم، فروح بينك ما بينه. انا عارف ان في ناس ضد العتاب وبتقول العتاب ده بيخرب الدنيا وبيسوق الامور. الحقيقة استحال ربنا يديني وصية تسوق الامور. لو ربنا قال عاتبه يبقى اذن ده ما يسوقش. المشكلة احنا بنعاتب غلط، ودي اخر جزء هقوله النهاردة، العتاب كيف يكون. يعني فانت تروح تعاتبه بينك ما بين لوحدكم. إن سمع منك فقد ربحت أخاك. ده هيتعبر يعتبر ليك كنز في السماء، إنك ربحت واحد لملكوت السماء، ربحت أخوك للسماء وليك. وبدل ما أنتوا بقيتوا مخصمين بعض وفي تنشن بينكم، أنت ربحته. طب لو ما سمعش منك، قال لك خد 1 أو 2، مش 15، 1 أو 2 يكونوا بيس ميكرز، صانع سلام. وانا احيانا اروح اتكلم مع حد يشعللني اكتر، او واحد هيقف في الصف ضد التاني. مش هم 1 أو 2 دول، انت لازم تختار 1 أو 2 معروفين ان هم عقلين، روحياتهم عالية، صانع سلام، نيوترال، انتوا الاتنين موافقين عليهم، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو 3. فدي المرحلة الثانية. طيب وإن لم يسمع منهم، خلي بالك في 3 مرات هو بيتكلم عليه مش عليك. أنت مستعد للتصالح، يعني أنت مين اللي مزرجن التاني؟ فأنت لما رحت عاتبته مرضاش يصطلح معك، وعاتبته صح زي ما هقول كمان شوية، خدت معاك 1 أو 2 عقلين وحاولوا يصلحوا بينكم، برضه هو مزرجة ومش عايز يصطلح.
الخطوة الثالثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة. الكنيسة هنا مثلا للناس في العالم يبقى أبونا اللي في الكنيسة، يعني أبونا ده المرحلة الثالثة مش المرحلة الأولى. يعني أنا زعلان من واحد مكلم في العالم، عبوا بيني ما بيني ما فيش، ممكن أخد اثنين خدام ثلاثة أروح للكنيسة. في الدير هنا ممكن يكون الكنيسة هنا يبقى رئيس الدير، أنا رايح له بقى، فبرضو هيحاول ان هو يصلح. بس بقى لو ما سمعش للكنيسة اللي هي المرحلة الثالثة دي بقى مشكلة. فهنا في حكم قال فليكن عندك الوثني أو العشر. بس مين اللي يصدر الحكم ده؟ مش انت يعني، ما ينفعش تبقى انت الخصم والقاضي في نفس الوقت. ما ينفعش تقول ايه انا حاولت مع فلان والكتاب قال فليكن عندك كالوثن أو العشر. لو الكنيسة قالت لك هنا في الدير ممثلة في رئيس الدير أو في العالم ممثلة في كهن الكنيسة، الكنيسة قالت للشخص ده خلاص يا فلان أنت عملت كل اللي عليك، عملت 100% from your part، وفلان مش عايز يصطلح خلاص يعني إيه ابعد عنه، ده كده في حكم الكنيسة زي الوثن يعني غير المؤمن، او العشار يعني الخاطئ غير التائب، ده مقصود بيه يعني يا غير مؤمن يا غير تائب، فانت عملت اللي عليك. عشان كده انا قلت ان التصالح مشروط، لان الكنيسة مثلا افرض واحد عمال بيشتم وعصبي وبيتنرفز واخلاقه صعبة يعني، فالكنيسة بتقول له انت مفروض تغير الكلام ده. لو هو ما سمعش ان يغير الاسلوب الصعب بتاعه، فانا ممكن الكنيسة تقول للاخر خلاص ما تعملش معه لغاية لما يتوب. طيب لو الشخص ده تاب بعد اسبوع بعد سنة بعد 10 سنين، انا مستعد للتصالح معه. لو جات الكنيسة قلت له خلاص فلان تاب تعالى اصطلح، وانا قلت لأ، تبقى دي انا بقى اللي رفضت التصالح، انا اللي هبقى هنا تحت حكم الوثني او العشر. مش كده الآية اللي جت بعدها على طول، يعني بعد ما ربنا قال ولم يسمع للكنيسة فليكن كالوثن عشر، بتخيل ربنا راح مدور وشه كده وراح بصص للتلاميذ اللي هما الكنيسة، الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء. إدام سلطان هنا إنك ممكن تربطه الشخص اللي هو مش عايز يصطلح، الحق تربطه أو تحله. وبعدين الآية دي برضو تتفسر غلط كتير، بناخدها على الصلاة بس هي مش على الصلاة. آية 19 وأقول لكم أيضا إن اتفق اثنين منكم على الأرض فأي شيء يطلبانه فإنه يكون لهم من قبل أبل السماوات. فلو هي محكمة كنسية وفيها اثنين، مش كده مثل مجلس كريك بنخلي اثنين أو ثلاثة، لو اتفقوا على إن ده هيقطع من الكنيسة يبقى مقطوع من الكنيسة. وهنا ربنا بيؤكد هذا المعنى في آية 20 لأنه حيث اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمه فهناك أكون في وسطه. الآية دي مش على الصلاة، لما تاخدها في الكونتكس بتاعتها مش على الصلاة. أي نعم في الصلاة ربنا لما بنجتمع بيكون في وسطنا، ما تفهمنيش غلط، بس أنا عايز أقول التفسير بتاع الآية دي في الكونتكس بتاعها في السياق بتاعها على الحكم الذي تصدره الكنيسة ضد واحد يرفض السلام، يرفض التصالح، يرفض التسامح. فهنا ربنا بيقول الحكم ده كان صادر مني، لان لو اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي انا اكون موجود في وسط. عشان كده عادة في المجالس الكليريكية ما بيبقاش واحد لوحده، لابد يكون في اثنين او ثلاثة علشان الآية الموجودة دي. يبقى اذا بالنسبة للتصالح، انا اول حاجة بروح بحاول عدو بيني ما بينه، لو ما نفعش باخد واحد او اثنين من الاشخاص العاقلين الموثوق فيهم اللي انا عارف هو هيقبلهم وانا قابلهم، ودولت صنيع السلام مش ترابل ميكر، وهنقعد ونحاول نخلص الموضوع. الحاجة الثالثة لو هو ما سمعش برضو برفعها للمسؤول، في نيتي مش عشان اشتكيه، انا برفعها عشان يصالحني، ما نفسي اصطلح معه. فالمسؤول في الاول هيحاول ان هو يصلح الكنيسة يعني،
لكن لو رفض طرف الصلح من حق بقى المسؤول ان يقول له انت كده كالوثني او العشر لغايه لما تتوب، لغايه لما تغير امورك. وطبعا انا زي ما قلت لك التصالح مشروط مبني على التوبه. طيب العتاب، انا قلت لك هكلمك عن العتاب. ليه العتاب احيانا ما بينفعش؟ لان احنا بنعاتب غلط، لكن لو بنعاتب صح العتاب لازم يجيب نتيجة، او بلاش لازم، في اغلب فوق 95% هيجيب نتيجة. اول حاجة لما اروح اعاتب انا بعاتب وفي هدفي ان انا اصطلح. في ناس بتروح تعاتب عشان توري له غلط، يعني انا رايح عاتب فلان ده انت عملته انت عملته عملت، بس انا مش هصالحه، انت انسان سيء، فانا مجرد بعرفه غلط. لا، ربنا ما قالش كده، بتروح بتاعت واحد تعرفه غلط، انت بتعاتبه عشان تربح اخوك لنفسك، تصطلحه يعني تربحه للسماء. فدي اول حاجه في العتاب. الحاجه الثانيه في العتاب ان انت اتكلم على الفعل، ما تتكلمش على الشخص. ما تروحش راح تقول انت انسان متكبر، انت انسان اناني، انت انسان ما يهمكش الا نفسك. تاني اتكلم على الشخص، ده غلط. انما العتاب اتكلم على الفعل، التصرف الفلاني اللي حصل ضايقني، لما انت تصرفت بالطريقة دي انا ضايقت. الحاجة التالتة في العتاب استخدم بيسموها بالانجليزي اي ستيتمنت مش يو ستيتمنت. يو فيها اتاك هجوم، اي ده انا بتكلم على مشاعري انا، بمعنى في فرق لما تقول له انت اهنتني، ما يمكن هو ما يقصدش يهينك، يعني اللي انت فسرته هنا هو ما يقصدش، لكن لو قلت له الكلمة الفلانية دي جرحتني، دي مشاعري أنا، فلو قال لي خلاص أنا ما أقصدش يبقى خلاص ما أقصدش. ففي فرق تقول له أنا جرحت من الكلمة دي، فرق تقول له أنت جرحتني. أنت جرحتني يعني أنت قصد تجرحني، لكن أنا جرحت من الكلمة الفلانية، ده بيتكلم عن المشاعر. الحاجة الرابعة في العتاب صدق الآخر، يعني لو الآخر قال لك أنا ما قصدتش إن أنا أجرحك، ما تقعدش بقى يعني تقول له لأ وإزاي، لأ أنت قصدك، أنت بتكذب، أنت مش عارف إيه. لازم تصدقه، لازم تصدقه، وهو لو بيكذب بينه وما بين ربنا، لكن وانس إن هو قال لك انا ما قصدتش يبقى انا ما قصدتش، انتهى الموضوع على كده. لازم تنساها وتخرجها من عقلك من قلبك ان هو ما قصدتش، انتهى الموضوع على كده. الحاجه الخامسه في العتاب تحمل مسؤوليه الخطا، يعني اقول برضو انا يمكن غلطت ان انا رديت بانفعال عليك، يعني خليك فير، كل ما تبقى فير ده يسهل ان هو يتصالح معاك. قال له برضو أنا يمكن كنت أعصابي مشدودة، أنا فهمت الموقف غلط، زعلش مني إلى آخره. حاجة سادسة في العتاب اعطي التسامح واطلب السماح، يعني أقول على لون فلان إحنا خلاص، يعني اللي حصل ده أنا يعني مسامح فيه وأرجو إنك تسامح. غالبا لو أنت نفذت الست نقط اللي انا قلتهم دولت غالبا هتصطلحوا مع بعض. في اغلب الاوقات مش تحتاجوا تجيبوا اثنين تاني ولا تروحوا حتى للكنيسه للمسؤول وكده. اخر بقى نقطه انا عايز اقول تعليقكم، وات اف انا نفذت كل الخطوات دي والاخر ما صالحنيش وفضل يهني، وات اف انا النهارده بعد ما سمعت الكلمه دي
فقررت بعد الاجتماع ده هروح لابونا فلان ده علشان كان في تنسب بينا, وهروح لفلان عشان في تنسب بينا, ورحت وراح مزعق لي واهني اكتر مني. هقول ادي اللي خدناه من العز, يا ريتني ما كنت عملت اللي سمعنا كمان. لكن لو فرضا حصل اعمل ايه؟ اول حاجه يا بختك ان انت تشبهت بسيدك المسيح اللي هو جه على الارض عشان يصالح الناس, والناس رفضت تصطلح معه لغايه النهارده. فما تزعلش, بالعكس انت شريك في الام المسيح, هتبقى شريك في مجد المسيح. فيا بختك ان انت مشيت في خطوه صانع السلام. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أنت كده بتثبت بنوتك لربنا, بتثبت حقيقة أنك ابن حقيقة ربنا. فيا بخت. الحاجة التانية, كان في اتنين إخوات, فواد بيضايق الواد التاني ده, فأخوه ده اللي هو بيضايق كل ما يتضايق يروح يشتكي لباباه. فبابا حب يعني يعلمه درس في الاحتمال كده, فقال له بقول لك ايه, كل ما اخوك ده يضايقك تعالى وانا هديك 100 دولار. فالواد بدل ما كان بيضايق لما اخوه يضايقه تبقى فرحان لما اخوه يضايقه, لان كل مره هيضايق اخوه هيروح ياخد 100 دولار. فلو يوم اخوه ما ضايقهوش يبقى زعلان, عايز اخوه يضايقه عشان ياخد 100 دولار دي. ربنا قال لنا نفس القصة كلكم بتقولوها في إنجيل الساعة السادسة, الطوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين, افرحوا وتهللوا. ليه؟ لأن أجركم عظيم في السماء. أنت كل مرة بتحاول تعمل سلام ويجي أخوك يضايقك, ربنا بيحط في الحصالة بتاعتك في السماء مش 100 دولار بقى, كنز سمائي. فلو عينيك على الكنز السمائي مش هتهتم بالمضايقة, سوكي دايما أنا في كنز سمائي. لكن لو عينيك بص على المضايقة ومش على الكنز السمائي هتتعب وتتضايق. فربنا قال افرح وتهلل, احنا مش مجانين نفرح بالإهانة مفيش حد, لكن قال لك لا افرح وتهلل لأن أجرك عظيم في السماء. زي الواد ده اللي فرح إن أبوه بيديله 100 دولار كل ما أخوه بيضايق. أتمنى أن لو في محبة في تسامح بيننا في تصالح, كلنا عايشين بروح واحدة بنحب بعض, هنغلط لأن كلنا بشر وممكن إحنا نجرح بعض ونتجرح من بعض, بس نعدي الأمور بسرعة وتفضل محبتنا والرابطة كلنا تبقى قوية, ونعيش المزمور اللي بيقول هوذا ما أحسن وما أحلى أن يجتمع الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية, لحية هارون النازل على طيب قميصه مثل نذر الحرمون. بركة الطيب ده يرمز إلى انسكاب بركات الروح القدس. فلما كلنا هنعيش مع بعض في محبة حقيقية, محبة حقيقية إنجيلية زي ما بيقولها بتقصر جيد باكر كل يوم الصبحية كمثل الرسل, لما كلنا نعيش في المحبة الحقيقية الإنجليزية دي هتنسكب بركات الروح القدس أكثر وأكثر علينا, يبقى كلنا متمتعين بنعم وبركات الروح القدس. المجد الدائم إلى الأبد. آمين.